حياكم الله. الكل يأمل في ثالوث يحقق له التوازن في الحياة، وهذا الثالوث يختصر بالصحة والسلامة والأمن. نسأل الله ثلاث لنا ولكم، ولكن هي لا تتحقق بذاتها إن لم نعمل على ذلك. والبداية دائما ما تكون بالوقاية. عليكم أحبة المشاهدين بالوقاية، وقانا الله وأنتم شر الأوبئة والأمراض. أهم الأخبار، أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاثنين عن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. وبحسب الموقف الوبائي الصادر عن الوزارة، إنها سجلت 4655 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، فيما سجلت الوزارة بحسب الموقف 29 حالة وفاة أثر المضاعفات الناتجة عن الفيروس. دعت اللجنة القانونية النيابية للبرلمان إلى وضع شرط مهم بالتصويت على حل البرلمان، وهو إعادته إلى عمله في حال عدم إجراء الانتخابات لأي سبب كان، لكي لا تدخل البلاد في فراغ دستوري. ودعا عضو اللجنة رشيد العزاوي إلى وضع شرط احتياطي لكي لا يصبح البلد في وضع لا يحسد عليه، وهو في حال عدم إقامة الانتخابات لأي سبب كان يجب أن توضع عفواً فقرة لعودة البرلمان لممارسة أعماله. ناقش المجلس التنسيقي العراقي الأردني المصري أهم الملفات التي سيتم بحثها خلال الزيارة التي سيجريها إلى المملكة الأردنية الهاشمية يوم غد الثلاثاء وزير التخطيط خالد بتال نجم. وقال إن الزيارة ستشهد إضافة إلى لقاءات ثنائية بين الوفدين الوزاريين العراقي والأردني، فضلاً عن مباحثات ثلاثية بحضور الوفد الوزاري المصري لبحث مذكرات التفاهم التي أبرمت خلال الزيارات المتبادلة في وقت سابق وآلية تفعيلها. كشف مصدر مطلع الاثنين عن الشخصيات المفضلة لتولي منصب محافظ ذي قار خلفا للمكلف عبد الغني الأسدي. وقال المصدر إن اجتماع المجلس الاستشاري لدعم ذي قار الذي عقد في قاعة الإمام علي انتهى بترشيح أحمد غني الخفاجي ونجم الغزي لمنصب المحافظ، وسيختار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أحدهما خلال 48 ساعة. هذا ويذكر أن المرشح الثالث لمنصب المحافظ عبد الرضا سعود قد انسحب من الترشيح للمنصب. أعلن عضو مجلس النواب عامر الفايز في تصريح متلفز: استثمرنا وصول الموازنة إلى مجلس النواب من أجل الضغط على الحكومة لإعادة سعر صرف الدولار إلى وضعه السابق والبالغ 1200 دينار، وأن جميع الكتل السياسية في مجلس النواب ترفض رفع سعر الصرف الدولار وتطالب بإعادته إلى السابق، لأن الحكومة رفعته من أجل رفض الموازنة بعشرة تريليون دينار، والآن حصلت على 22 تريليون دينار بسبب ارتفاع سعر النفط. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين تأدية مليون طالب للامتحانات الفصلية النهائية في الجامعات العراقية. وقالت الوزارة إنه التزاماً بتوقيتات التقويم الجامعي للسنة الدراسية 2020-2021 أجريت الجامعات والكليات الحكومية والأهلية امتحانات نهائية للفصل الدراسي الأول ونصف السنة للدراسة الأولية الصباحية والمسائية، حيث أدى مليون طالب ابتداء من اليوم الموافق 22 من آذار الاختبارات موزعين على أكثر من 2654 قسماً بمختلف التخصصات الأكاديمية. ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب بمتابعة سير الامتحانات بدقة عالية وموضوعية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين سيرها لأبنائنا الطلبة